ياسين؟ لك وينك انت؟ ليش ما عم تبين الحارة؟ ياسين! ياسين! لك شو هاد؟ ليش هذا؟ والله علمي علمك، بس اكيد في شيء، لانه هو صار له حصة غايب عن الحارة. لك يا ترى شو القصة؟ شرف لي اخبر الزعيم. مصيبة يا ابونا، مصيبة. خير شوفي؟ هلا انا وجاي لهون، في اثنين من اهل حارتنا شافوني، وهلا بيكونوا راحوا خبروا الزعيم نوري، وهلا بكون جاي لهون. يا لطيف. طيب هدي هدي. لك شلون بدي هدي؟ عم اقول لك شافوني شافوني. اسمع شو بدي اقول لك يا سيدي، انت خليك هون بالكنيسه، اوعى تغادر، انا رح اجيب الزعيم ابو بطرس ونجي لعندك. بس لا تطول، الله يوفقك. طيب ماشي ماشي، مع السلامه.